وصلت أعداد الإصابات في سوريا إلى 358 إصابة، وهذا الرقم يمثل ضعف الرقم الذي كان في الأشهر الماضية، فيما أعلنت الصحة السورية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 13 حالة. في سوريا متخذين الإجراءات الكاملة الاحترازية، التدابير الكاملة الموجودة في مشافي التعليم العالي ومشافي الصحة، من الوقاية الكاملة للتجنب هذا الوباء القاتل. تعتبر سوريا واحدة من الدول الأقل تضررا من ناحية عدد الإصابات في المنطقة، وذلك بحسب عدد الإصابات فيها، وسط مخاوف حول إمكانية ارتفاع الأعداد في الأيام المقبلة نتيجة عدم الالتزام بالحظر والإجراءات الاحترازية التي كانت الدولة فرضتها لمنع انتشار الفيروس. والله أنا أخذ حظري، أنا وأولادي وبناتي بالجامعة والمعاهد، أخذين حضرنا بالتزاحم، نخف عن هذا الزحمة، نبتعد عن كل شيء نشك فيه مصاب، نخبر عن كل شيء، عم نتساعد إحنا إن شاء الله، لأنه إحنا شعب واعي، فنتأمل إنه إن شاء الله نتساعد مع الحكومة، مع الدولة، مع كل شيء يعني، فإن شاء الله إنه الله يفرج على هالبلد. بالكمامات والكفوف والمعقم دائما معنا. كما خصصت بعض المشافي السورية مراكزا لعزل الحالات الإيجابية للفيروس بدمشق والتي لا تعاني من أي أعراض. أتمنى من كل الشعب السوري يسمعون التعليمات ويحتاطوا من هذا المرض الخطير، وأتمنى من الله أنه الله يشافي كل المرضانين وسوريا تكون بخير يا الله. والله عم نعمل حاجاتنا يعني أنه بالتعقيم أول شيء، بالذات نحن أنه نحن من الغوطة، كله دمار ووسخ، يعني ما في تنظيف كتير، في عنا كتير إهمال بالنظافة. أثقلت جائحة كورونا حمل الحكومة السورية الثقيل في مواجهة تداعيات الحرب الإرهابية على سوريا التي تمضي بعامها التاسع، مع ضغوطات اقتصادية على الشعب السوري في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية التي فرضها الانتشار الواسع للفيروس. لقناة العراقية الإخبارية من سوريا، رني محمد.